وبخصوص الأخبار والأحداث اللي تحصل النهاردة بإذن الله، النهاردة هيتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة، وأخبار تانية من المقرر حدوثها اليوم، خلينا نتابع مع حضرتك. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيتوجه حجاج بيت الله الحرام لمشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة اللي بتوافق 11 و12 و13 من ذي الحجة، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أول أيام عيد الأضحى المبارك. النهاردة هتستقبل مسارح الدولة في القاهرة والإسكندرية جمهورها اعتباراً من اليوم تاني أيام عيد الأضحى المبارك، وبتضم خريطة احتفال البيت الفني للمسرح بالعيد هذا العام 14 عرض مسرحي متميز بيتم عرضها يومياً حتى نهاية أسبوع العيد. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة، يلتقي الإسماعيلي مع أسوان في تمام الساعة 7، وفي 9:30 مساءً بيلتقي الأهلي مع البنك الأهلي.